بالنسبة لهم الحياة والموت صفحتين في كتاب كله حب. الحياة حب والموت حب. دي هداية من ربنا ودي هداية من ربنا. زي ما قالها بولس الرسول، ليه الحياة المسيح والموت هو الربح. إن عشنا إن متنا فللرب نحيا، إن عشنا للرب نعيش، إن متنا للرب نموت، إن عشنا إن متنا كله محصل بعضه، إنما إحنا بتوع ربنا في كل حاجة. الحياة جمال، الموت بأوصاف. أعتقد لو دخلت قلبنا هنعيش في سلام.